أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحب الساعة، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا مليون. لا تطلع عند ريها من تحت، لأن تبدي تشوف سكرت محطات الكهرباء مهني، سكرت وسكرت الباب وياها. انزين الحين شوي شوي قاعد أحول كل شيء للمصنع، بس شو أبى أسوي؟ أبى أجيب اللي هو الستيل، بس هذا لازم أفتح لحظة. انزين والستيل لازم أساس نسويه، هل احاول اسوي لي شيء يلف عدل؟ زين ابى اجيبه وين؟ ابى اصنعه داخل، والستيل عباره عن حديد وشو؟ سير ناقل مفقود خرسانه، اي علينا، خليني بخرسانات لحظه. عندنا مشكله في التصنيع يا جماعه. لحظه، تعال تعال، هذا الصندوق شو اخباره؟ تعال شيل هاي المباهم كلهم حقك، عقب بيشلهم. وانا اسعقعق في الصناديق ما ادري وين من الصبح، اقول عقب بشلهم ولا اشلهم. زين خذ كل اللي اقدر اخذه. انزين الحين انا سويت ابجريد حق شوي شغلات، انزين منهم اللي هو الناقل في هذا المركبه، الشاحنه، وايد شغلات فيه، بس ابى اسوي مش هذا الام كي 3. وانا عشان اسوي الام كي 3 اصلا يبالي شو؟ ستيل. حلو، وهذا الخط كامل بيروح وين؟ تدري قلت لكم انا ما بسوي شيء هنا الا اذا بطوف ريسورس ولا موارد، والحين يا وقت الريسورس اللي اطوفه. فشو بسوي؟ بطوف موارد اللي هو الفحم من هني لين وين، بس ابغى بشوي شكل منطقي. اوكي، اني انا اطوف الفحم اجيبه لين الصوب الثاني من تحت، زين، وطلع مع منو؟ مع الحديد. ليش؟ لان الستيل يستوي وين؟ حديد. انا براويكم شو سويت فوق السيور، غيرت اشكالهن شوي. هني ما عندي مشكله يكون شوي خربطه في الموضوع. سويت اول شيء هذا على اساس شو بسوي فيه؟ بطوف فيه منو؟ كل الموارد اللي بطوفها، وشكلي بعدين بطوف فيها كل الموارد. بس شو بفرق اللي بيستوي؟ بعلق في السقف حركه اللي هي شو اسوي؟ اني على اساس اني اكون معلق وين؟ السقف هذا يشل، يسمونه العصا متحركه قابله للتكديس. انزين فبنشل ثلاث حبات، شوفوا اذا شل الحبه الاخيره شو يبين؟ يبين انه معلق وين؟ بالسقف. طبعا الهدف انه يبين شكله شو؟ واقعي، وهذا بالنسبه لي انا واقعي قدر الامكان. وما اقدر، لحظه، اذا هاي بالطريقه هاي، هذا كيف نزل تحت هذا؟ اظن يمشي، يمشي والله، يمشي يمشي عادي. بس شو بسوي؟ بلغي سير واحد، والله ممكن الغي هذا بكبره، بس انا اوريدي سويت منصه فبخليه شكليا. انزين وبنحط هذا من هني لين وين؟ لين هني. عصا متحركه، هذا على اساس ان براويكم حركه بعد ثانيه بتعجبكم وايد. هذا بيكون متوصل مع منو؟ اخر واحد، واحد اثنين ثلاث اربعة. خلنا نشيل اللي تحت. الفكرة انه يكون كأنه معلق وين؟ فوق. انا كشكل اشوفه بالنسبة لي مشروع ناجح. اي والله ممكن ازيد حبة بس ما احط شيء فوق. اها شكله بيكون معلق زين. لحظة، ممتاز، عاد بخليك ذي. حلو، وايد حلو. انزين الحين السيور هاي راح تودينا الموارد فوق. فوق اللي بنسويه مالتي لاير ولا مجموعة هايل على اساس هذا لازم نشيله. الله، هذا الدرج شكلي ما بكمله، بكمله من هذا الاتجاه، وي بيسار يمين. شوفوا، لان الواقع يقولكم شو؟ ان هذا واحد اثنين. شوفوا الطابق اللي جاي فوق راح يكون عبارة عن، شوفوا انت الحين عسبتي، انا ما بدخلكم متاهة وانا اسوي،
وياس احاول اني اجهز الموارد، ولان لو اراويكم انتم بس كم ساعه الشغل في اني اجهز الموارد حق هذا بتنصدمون والله. واحد اثنين ثلاث، ما يبين انه معلق صح؟ لحظه الحين شكله معلق او يكون شكله في السقف مضروب براغي. لا هذا اوكي، شوفوا هذا بعد كله بيتعدل مع الوقت، لكن الحين صار عندنا الممشى اللي لسه اشتغل عليه. الممشى ترى وايد 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 مهم، لانه وايد يلعب دور كبير كبير كبير، يمكن ما تتخيلونه في شكل المكان والله. شوفوا، لان اصلا المصانع الواقعيه يوم انا اجي على ارض الواقع، صدقوني انا شايف مصانع من داخل. انزين، لازم يكون فيها شيء من هذا القبيل، لازم يكون حد يراقب الانتاج. اذا استوت عندي مشكله وبتشوف المكان بعد، حتى تعرفون شو هذا؟ مش كفايه، لازم تشوف الثاني كسطح بعد. خلونا نسوي بالطريقه هاي، اظني اوكي، اظني بيكون زين. اي وايد زين، وبعد احسن بعيد اقدر اوصل للي تحت. زين، لو اسوي جانبي مفروض، لا هو مفروض يكون في جارد حمايه. زين، خلنا نبني هذا. شوفوا الطريقه هاي ونوصله، اذا قدرت اوصله في الدرجه الثانيه بيكون وايد حلو. بس شوفوا الحين كيف نقدر اني ونشيك على كل شيء. وايد اوكي، وايد زين. زين، نزل. اتمنى ان هذا يركب والله، يركب عدل. لا نبغى هذا. اظني بيركب، بس شو يباله؟ يباله هذا. انزل حبه من قبل الطريقه هاي، وهذا بالطريقه هاي. نايس، ركب فت حلو. لان لا هم على ارضيه وحده، يعني تحسب هناك برا الليبل بيركب اكيد. انزين، الحين شو اللي عندنا ما قاعد يجي؟ لحظه، في شيء هنا ما بقدر اشيله. لا هذا مال اسمه نفسه، خلنا نشوف. الفحم ما شبكته بعدني. اوكي اوكي اوكي، يا مسوري. فخلوني اشيل هذا اللي في الوسط، اركب واحد. لحظة خليني اركب عدل هذا عليه. واحد اثنين، هذا بيكون. انا على اساس، والله مش على اساس، تعرفون شو؟ خليه يولي هذا. انا ارجع ترتيبنا، ابدا المصنع الاولي فوق. لا لحظه، الحلم انه يكون 100% مرتب، لكن الواقع نشو حاليا هذا لازم ينشل. والله غلطان، انا غلطت في شيء وبخبركم ليش. لان لو من البدايه جايب هذا هنا، زين، وهذا جبته هنا، وهذا خلنا اشله، وحطينا الفحم هنا. شو بيستوي عندي؟ خط شو؟ فحم وخط شو؟ خط حديد. بس المشكله بيختلط، مو مشكله، براي بنحله، بنفضي عادي اللاين. شو مش قضيه. انزين، الحين ابني من تحت. ليش ما اشل مكان اسوي له نزله؟ لا صعب وايد اسوي نزله مهني، ف طلع هاي زينه. نعمه، زين. خلني بطلع هني بس بتاكد من الخط كيف شغال. اوكي هذا شغال، هذا الخط شغال، كلهم شغالين. طيب الحين هاي اللي بيشتغلون لين فوق، شوف. اوكي بس بطيء ترى السيرة. نحن شو نبغى الحين؟ نحن بحزام ام كي 3. زين، حزام ام كي 3 على اساس اني اسوي له ريسيرش، محتاج اللي هو هذا.
محرك، ومحرك محتاج سمر، والسمر الحين كله اكثر فوق. انزين الو، ها شو يبون حق التير اللي عقبه؟ والله تصدقون ما شيكت. 150 محرك و 150 اطار، بس ابيهم كلهم. بس اول شيء الام كي 3، على اساس اني اسوي الام كي 3. طبعا هني ما في سقف، ما في شيء الحين بتلاحظون، بس هذا كله يترتب، ما عليكم، ها كله راح يترتب. انزين انا اللي محتاج انه على اساس اني اسوي اي شيء اسوي خطين هني، لان انا عندي سامان انتاج هناك. شوفونه سامان الانتاج اللي هناك شكلي بلفه هني، لان بما ان هناك استوى الوضع كئيب اركب هايل. ليش ليش لحظة، ليش ما اسوي دقيقة هذا الروف اللي انا استعمله اصلا اساس يكون لهذا كمقياس، اروم اركب الخطوط هايلاك بيلفون، وهالخطوط بعد بيبهم نفس المكان تسوي فيهم يلفون. حلو، واحد، لا بس هاي بخليهم على الارض عادي. اثنين، اربع، اروم احطي خمس بعد ذوب. زين خلنا نشيل هايل، خلنا نشيل هايل، نشيل هايل، وخلنا نشيل هايل. شو نسوي فيهم تعرفون؟ نجيبهم من هذا الحزام لوين؟ مش للإدار يا زين، لمن نجيبهم من هذا الحزام لوين؟ لهذا المكان، مكان الحزام بالطريقة هاي، لأن هاي أول شيء أربعة. حلو؟ وبنسوي بالطريقة هاي، وبنسير لين وين؟ نفس الكلام هني، هاي لوين محطوطين؟ ايوه اوكي ممتاز. بنحط هني واحد، اثنين، ثلاث، اربع. وين بنلفهم؟ بنلفهم هني، هم الاثنين بنلفهم هني، بنلف الاثنين هني على اساس يكون عندنا خط مرتب الروم نحنا نمشي وسطه. ثلاثة، هذا اربعة، اربعة، ونسوي خط هني اساس اللفة تكون حلوة. نسوي خط لفة وين تدخل مصنع؟ خلاص تدخل مصنع عدل، مصنع رجال. اوكي وايد مسافة خليت، هلا اشيله من هني، حطيه في نص المسافة شوي، مش خضية يعني، حطيه هني في النص تقريبا. على فكرة كتصميم وايد حلو، لان نقدر نمشي وايد اماكن، ولان الحين بيروح هذا كله على شو؟ على اسمبلرز. ومرة واحدة يوم بنزيد الانتاج بيكون الوضع مختلف تماما. الحين الشيء اللي لازم احاول اسويه انه يجيب على شو؟ على سبلترز، على اساس اني اقسم الانتاج. ما اعرف شو قوة الانتاج بتكون، بس اتمنى انه يضبط معي، لان هذا المصنع ما راح يكون هين ابدا 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 ابدا. لحظة خليني بهذا هني، كنت عازم الشباب بعد تشوفون الجيم وعيابهم المصنع. فنان يوم الشباب يدخلون اي شيء تشوفونه، مثلا هم بعد شغالين على مصنع، اذا شفتوا البث ال 25 دقيقه اللي سويته كنت داش معاهم، صراحه مسوين مصنع جميل. فاللي يسوي لك شيء دائما يعطيك افكار، بعد انسان المنتج يزيد انتاجيتك، اللي جاي بالعيد يخليك تجيب العيد. انزين خلنا نشوف هذا هني، الحين نبغى على اساس تكون لفاته عدله يا عدو. واحد، اثنين، ثلاث. زين الحين هذا شوي بيكون بالنسبة لي كمعاناة نوعا ما، ولا تحدي، مش معاناة، تحدي. اني شو اسوي؟ اني الحين ابى انتج انا شو؟ ستيل بايبس والسوالف، مجموعة منتجات يعني، ما اعرف كيف. النص راح احط شو؟
منتجاتي. انزين، اول شيء بطوفهم عليهم ستورات اساس نسوي بوفر. شو قلنا على البوفر؟ عيدون، ابغى اسوي بوفر، وهذا بيكون وايد صعب ترى. واحد لحظة، هما بالعكس بسوي كل اثنين فوق بعض. واحد اثنين، واحد اثنين، وهني ثلاثة نبا. واحد اثنين ثلاثة اظن يمدينا نسوي. انزين اوكي، هذا بيكون حق هذين. بس شو نسوي؟ نجيب قدامهم بس ما نخرب الشارع كله، بنخليهم يختربون من هني مو مشكلة. أربع، وهذا يخترب من وين؟ من هني. واحد اثنين ثلاثة، أوكي، عساس نقدر نمر ونتمشى راحتنا في المكان. اثنين ثلاثة، البفر يسوي لنا شغلة وايد حلوة يعني، غير هذا كله مثلا في شيء نقص بعد انتاج شغالة هالسوالف. يسوي لنا انه اذا محتاجين نحنا كاش، عملة كاش مثلا الحين نقدر نطلعها على طول. هذا يمين، يعني بالله عليك ما بتركب يعني؟ السير شديد الانحدار، هذا يركب. زين، هذا انا عرفت مشكلة اللي فوق، بس هذا يركب. اوكي، هاي بالعكس مركبات، خلينا نحط لهم مخازن ثانية. اوكي الحين بيركب. زين، خلينا نحط هذا هني وبرجعهم نفس المكان، نفس الطريقة برجعهم في هذا. بس الحين انا مش متاكد من شيء واحد، هل في طريقه معينه اني انا اقدر اركب؟ لحظه، هذا بالعكس بعد هذا نايس نايس، بنفس الطريقه بيطلعون ترى. بس شو الموضوع الحين؟ ابغى اسوي شو؟ بسوي مجموعة شغلات، فخلني احدد الخطوط اللي بشتغل عليها. بطلع من هني خطوط بعد ترى، لان هذا راح يكون منصة اطلاق هذا، وما راح اسكره، راح يكون بالطريقة هاي، ما راح يكون مسكر نفس ما تعودتوا الحين شوي شوي، ان نحن نشوف شو قاعد يستوي في اللعبة ومش مغطى شي يعني. مثل هني ما اقدر، لين الصوب الثاني. انزل، ابا احطي هني يا اصدقائي اسمبلر، لان هاي كلها منتجات. لا انا هني عندي شوية خل، ابا احطي هب لانه بطلع ستيل. انتاج مسبك، مسبك انبوب فولاذي عندنا هنا نبيب، حتى هناك في الصناديق اللي ورا خلينا نصير نبيب. شوفوا محلال المصنع من روم من مرتاح، على فكره هني بعد كله يقدر يستوي انتاج، ترى مش قضيه عادي يعني. شوف عندي مساحه هي، ايوه استيلاء الكل نايس. يا سلام، انتوا الحين لو تعرفون ترتيب هاي الطابق هذا بيطلع شيء فظيع ترى. انا بطلع بس منتجات نهائية، طابق ثاني بس بيكون عقب. الحين شو بنسوي؟ الحين ابا انبوب فولاذي يبا. اوكي، انا ننزل تحت عيل، مش سيدة بتكسر. زين، خلنا نسير الورشة. اختصارات احنا يا سخرب الشارع، بس اوكي. انبوب فول هذا شو يباله؟ يبا سبيكة صلب،
سبيك الصلب شو نسويه؟ خام حديد وشو؟ وفحم. خام حديد وفحم المجمع هاي باله مش مسبك. لحظة خلي نسوي لنا كم من موتر كم من اطار. انا ليش طلعت من الورشة عشان يهني خبروني. انزين ويت لو حديد مقوى ويت 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 انا ما ابغى اروح نبغى اطار معياري شو ناقصنا. لو حديد مقوى لو حديد مقوى رو مسوي منه كمية. انزين ها كله بننتج الحين كامل كامل بننتج. بس شو اول ابى انتج؟ اول ابى انتج سبيكة صلب انبوب فولاذي. زين خلنا نسوي سبيكة صلب انبوب فولاذي. لحظة ويت هذا شو يبغاله؟ مسبك هذا اللي يسوي لازم اظني هذا الفحم والهذا لازم خلنا اسير فوق في لحظة في سما خلنا عقه هنا صبر صبر انا عندي وايد اغراض وما اقدر اشيل شيء ما ابغى هذا كله انا طبعا ولا ابى هذا كله ولا ابى هذا الفيول ما ابى ويرات يمكن اباها هذا كله ما ابى اوكي هذا ما ابى كله اوكي تمام خلينا مكان فاضي على اساس اني بشيء ثاني زين فنان كيف ندخل فوق بس خلونا نحط سقف يطلع شكله زين الحين شكلها قم عليه شوي لانه ما في سقف زين واذا ما ضبط ما ضبط مره هذا عادي نحن بنسوي شو امور زي الصبر خلنا نحطي مثل كل شوية سحطي واحدة من هاي اللي اعرف بس تعرفون شو هاي لازم تكون موجودة اصلا في المكان ليش ما يسوى علينا كل شوي اول مكان هاي تركب تحت هاي افا بيكون مكان فنان هني لانه ما يسدر بشي انزين قال يبا له حديد مقوى انزين ويبا قمت اضيع شوي عين نبقى طائر معياري تبيك اتصل بشي باله فحم مو بفولاذي انزين اذا انت تبغى تي هذا لازم يكون في مجمع مجمع خلنا نسويه نبا 20 دوار رمسي ما شاء الله وايد والله اوكي الحين يبالنا نسوي ابى اعرف هو المجمع ولا هذا اللي يسوي المفروض يجمع اغراض ما يخصه في ال والله المفروض يجمع اغراض بس الخطين بخليهم يمرون عند بعض صبر نحطيه لا لازم نحطي المسبك هذا خلنا نشيل هذا بس مش قضية لان في عندنا فحم هني وايد شو قلت لكم فايت الفيدر شوفوا نشيل هذا كله وشو بنسوي؟ بنسوي هذا سبيكة صلب لان هذا اللي نسوي منه البيبات ما عليه اذا شوي هل ستيل بيم اللي تشوفونه اللي بنسوي منه شو؟ ال MK3 السلسلة البلت ولا الحزام اللي ينقل سامان اللي بغير حياتنا حرفيا راح يغير المصنع بشكل لا تتخيلونه انزين الحين لازم اكتشف طريقه شو اسوي فيها سبلترز
سبليتر معلق في الهواء. والله مش صعب ترى، مفروض اروم ابني. يبو هذا بعد بيم، البيم الحديد تعرفون البيم صح؟ هذا ما قدروا يترجمون شكله، توهقوا مع مساكين. مش الجزء الساكن نبغى نحن هذا، وهذا شيء يباله سبيكة صلب، سبيكة صلب يباله نحن نسوي كم بيم كان يباله واحد، خلنا نسوي أربعة. زين يعني الحين هذا سبيكة صلب من هذا يطلع يصير على كونستراكتر. جالس أحسب الأساس هنا شو بنسوي؟ ثلاثة بيم. أنا مضيع ترى، ثلاثة بيم اللي هو واحد أقدر أسوي، يبالا أربعة، يبالا 12. خلنا أسوي الباقي سبيكة صلب. خلني بفحم، عندي كلها فحم ومستخسرة. هذا بيخلينا نخلص المصنع كامل بسرعة بسرعة، يعني كل شيء هنا. ها بالنسبة لي أهم شغلات، لأن في نهاية اليوم هذا يبغى له خمسة أربعة حق كل شيء اسمه. إنزين، لأن في نهاية اليوم هذا اللي راح يسوي لنا شو كل الأكشن، يعني معظم كل السمان اللي راح ينتقل عن طريق منه، بينتقل عن طريق هذا. وإذا هذا تعبان كل شيء تعبان خلاص. والحين في كل شيء بطيء. فنبغى البطء هذا نحله ان شاء الله. قولي ما في شيء ناقص. الله، سويت كل هذا، سويت كل شيء حقه بس ما سويته، هو نفسه ما سويته. زين خلنا نحط المسبك هنا. اوكي حلو، بنيب قايل بطريقة ما ثلاثة هني، بطريقة ما فاصل متحرك لازم نثبته وين فوق. اها حصلت طريقة خلاص. احنا نبقى حق هذا فحم وشو؟ مش يرمى مر من تحت فحم هني. عسبتي ذاك الجسر وايد مهم، شفتوا اللي اقول لكم الساعة عسب نشوف شو السالفة. او صح اصلا هذا الدرج دام انه على الارض، فحم تحت حديد هنا. انزين اللي بيستوي بنشل هذا، بنشل هذا، بنركب عليه فاصل متحرك هني. نظريا يستوي، نظريا المفروض يستوي. طبعا خلينا نحط لنا بلاتفورم، هذا وايد كبير لحظة. إدار يستوي، حطيهم على إدار ما ظني، بس يستوي حطي في الوسط من غير اي شيء. اوكي نايس. طب استكشفت استكشاف جديد، انا ما لدي اخاف من اي شيء خلاص. طف طف اكبر طف، بنكمل الخط كامل بالطريقة هاي. وايد الحركة بتريحنا من كل شيء. جالس اوصل ثلاثة بس من باب التوصيل ترى. الحين معناه اذا اعدل انتاج عدل ووضع يكون في السمباتيكا، واحد ابا هني، لا خلنا نشيل هذا من هني،
نثبته أول ما نقدر نثبته. أيوة هني ثبت الثاني وين قد ما نقدر نثبته قريب. حطي واحد خلاص حسب ترتيبهم الأقرب أقرب. ترى هذا يستوي وهذا ما يستوي، هذا تحت مفروض هذا أقرب هالصوب. ويت خلي يكون شكل أرتب. لحظة لحظة نشتغل شكل وي بعدل الدنيا. لا لا نفس الشيء. شوف شوف بيكون صدقون نفس الشيء ما يفرق حتى لو هذا قبل وهذا بعد ما يفرق. اتصور يفرق يفرق يفرق. هذا ابعد الفتحة ابعد. انا اقدر اسوي بالطريقة هاي. شوفوا ما بيتضربون على المكان. شوفوا زين الحين خط الكهرباء بايبه باسلوب حلو عند هاي داخل. مثلا هذا واحد هني الثاني من وين يعني ادري انه اقدر اوصله بعيد بس شو من باب ال... اوكي التعدي على ما ادري منو. والله شوف هو زين لو في شكل بس اذا ما في شكل ما تفرق ويا بعد. ترى خلونا نحطيه في الصوب الثاني عند الوسط. ما بحطيه لا بحطيه هنا. بحطيه وين عند هذا في الزاوية. وبيجيب واحد في الزاوية لأني بحط أكثر من مصنع. زين وهذا لازم شو يسوي لي سبيكة صلب. خلنا نوصله بالكهرباء. نايس. هني لازم احاسب انا وش كثر الكهرباء عندي. لازم انتبه كم عندي كهرباء. اها لاني ما وصلت تحت اي كهرباء. كيف ابغى يتوصل؟ والله هذا مكانه غلط. طب انا هاي الحين ما بشبكهم صح؟ بارتاح نفسيا فلازم اسويه بالطريقه هاي. كهرباء من هنا لين يكون في مكان مرتب شوي. شوفوا يكون اقل ما يمكن مفلع. انا بيكون في تفليع في الموضوع. كهرباء احس ما ترتب بسهوله. ممتاز ممتاز. اوه تصدقون يبالي اقدر امد هذا فوق هني. ايه نايس نايس. نايس عجيب. الحين بنحطي وين صار انتاج الباني. الباني ولا لا مجمع نبه اللي هو بيجمع لي. مجمع يبالك كذا وكذا. لا نحن نبقى الباني. ليش؟ ان الباني هذا شو بيسوي لنا الحين؟ بيسوي لنا منتج جديد. حلو. المنتج الجديد ماله بيروح على وين؟ وحدة التخزين هني واللي هي هذا ممكن مدة سيدة لو نبقى. ابغى اسوي
لان اكتشفت طريقة ال تعرفون، بغير الاسلوب شوي. اكتشفت طريقة ال السبلتر بابا اربعة. الحين بتقول اربعة حق شو اعرف، لكن صبر اتيكم العلوم. تقولون والله اني فايق صح؟ اعرف، بس بالله عليكم والله حركة تستاهل. في حال بغيت اكمل في المستقبل اي شيء موجود والله. الرابع بيكون اصدقائي حق منو؟ حق المؤسسة. حاوية بيكون في هني صح؟ الحاوية مال شو؟ مال الانتاج اللي نستلمه صح؟ الانتاج اللي نستلمه اول شي لازم امسح هاي اللحظة اساس، احط هذي فوق بين هني وهذي هني، لانه بيكون الانحدار شديد فما بيركب، بس تبي يركب. اوكي هذا من هني لين هني بيركب سيده، ما عندنا مشكله. الحين ها شو شغله يسوي لي؟ بيسوي لي بيم. نبي فولاذي شو يباله؟ نفس الشيء ثلاثة نبي فولاذي. اوكي هاي شغلة يسوي لي بيم. البيم هو اللي راح يسوي لي، لحظة وين الكهرباء؟ البيم هو اللي راح يسوي لي كل شيء. السيور اللي داد وهالسوالف. خلنا ننزل تحت الهب باختصار خفيف. الا عبود الا نصر مش موجودين ترى. الحين هذا يبغى عشان ننتجه شو؟ محرك. زين محرك خلينا نحدد عشان نعرف شنو نبغى. لحظه فوق. والمحرك شو يباله؟ لحظه خلينا نشوف هنا. المحرك يباله الجزء الساكن. الجزء الساكن شو يباله؟ يباله انبوب فولاذي. الانبوب الفولاذي شو يباله؟ شوفوا سبيكة صلب. نايس نايس سبيكة صلب. تعرف شو سبيكة صلب؟ يعني لحظة دقيقة خلنا نشوف اقدر ابني. اذا اقدر ابني هني زين، ما اقدر ابني هني؟ لا ما اقدر، على اساس اني اطلع فوق. بس انا اوريدي كنت هني، فاذا اشل هاي طيب مكانها هاي وانزل لي الشارع من هاي لوين. هاي لهاي ما يستوي لانه بيدخل في حدود منو. فخلوني هاي الفلسفة اللي اخر شي كنت واصل انا الحين ترى على فكرة. هاي الفلسفة اللي يقول لكم مالها داعي، والنطاط هاي اللي عادي لو طحت الحين ضيعت وقت، ها كلها فلسفة ترى. انزين هذا معناه ان نحن بنحتاج خط ثاني من منو؟ من الفحم والهذا صح؟ لحظة ما يستوي احط هني بناء بناية هذا؟ صعب صح؟ خلنا نشوف اذا بحط الباني هني يبني هذا هني واجيب خط منو؟ فحم من فوق منو؟ من فوق هذا حبة صح؟ مو بشي لا مثلا اجيب خلني بهذا. ليش مني بهذا وخلاص؟ نيبه واحد اثنين
نيبه هني بيلف شوية. واحد اثنين، لأن أصلا هذا غلط. زين، وأنا محتاج شوي فحم. طيب حديد خام محتاج أوصلهم من المصنع فوق. وين؟ زين اوكي، انا هاي محتاج شو اسوي فيه؟ اجيب اقرب بس اساس ما تعدى على منو على حد. زين تعال بالضبط. واحد اثنين، وهايل اللي راح يركبون وين؟ في المجمع اللي سويناه. وين صار؟ الانتاج مجمع، مش مجمع، المسبك اللي هو في باله كان. خلينا نشيلها كله، اخذ الكل. لحين ورانا خطوط زياده في المصنع، بيلفون لين فوق هايل. البيم، ايوه صح، البيم نبغى البيم. اوه اقدر اسوي 8، نايس. بسوي 6، المفروض يكون كفاية. انزين، هذا معناه انا اقدر اسوي منه الحين المجمع، مش المجمع، المسبك. ايه اقدر اسوي، لان البيبات سويت منه كمية اظني. انزين الحين هذا هو اللي بيشل منه هايل. حلو، لو ان شاء الله ما يجيب العيد. لحظة، مسبك شو يدخله؟ حديد خام في الدقيقة الواحدة. اوكي خلني اجلبه بس، خلنا نجلبه. خلنا نحط هاي الاثنين هني، لان هاي ما يفهمون الا اذا مشيهم بالملي، يهبلون علي ترى. زين انت تحت فوق، بيروح لمنو؟ لهني عشان ألف غلط. لحظة، انزين سوي هذا وين؟ هني، اللي تحت وين؟ هني. اوكي، مهما ينتج غير مادة واحد سبيكة صلب، وعقب بنحط البناية. يا الله يا الربع، ابى الانتاج يكون اوريدي اوكي، يعني عرفتوا. سير ناقل، بسير ناقل. وين نحن الحين؟ هني لين وين؟ هني ابا لحظة، يستوي الميرجر نفس الشيء اللي من مال اندماج؟ لا ما يستوي نفس الشيء، بس اظني بما انه قاعد بالطريقة هاي معناه يبا خاطر يستوي نفس الشيء، ما يقدر. زين هذا معناه ممكن نسويه بالطريقة هاي. الطريقة هاي اذا نحطي، لحظة اقدر ادخل شيء اللاين؟ هي اقدر، بس لازم يكون سيدة. فاذا من الخط شوية، واحد اثنين ثلاثة استوى اربعة صح. الطريقة هاي مفقود لو حديد. كيف يفقد عندي انا لو حديد؟ موجود روح الحديد تاني.
ايوه لحظة أساس إني أروم أمشي على راحتي في نفس الوقت أحس إن إذا ضبط هذا بيكون وايد أوكي شوي خلنا نجد من جدهم الطريقة هاي بهذا ضبط هي هذا أفضل بمراحل شوفوا نمر من تحته الحين هذا يحسسني انه مصنع اكثر من ذاك لحظة يقولون ليش تنطط خلوني اوصل كهرباء وصلنا كهرباء اهم شيء ما نلقى الكهرباء لحظة لا اوكي بعدني 89 لازم نسوي محطة تخزين بس ما يفرق يعني تخزين ولا لا عادي يعني تعال انت لازم تسوي ستيل بيم انهم بيجمعون امي يعني هذا الحين قاعد يجمع داخل صح حل خلاص زين الحين اللي لازم يستوي اصلا لازم خطوط نفس هذاك اللي فوق والله لازم خطوط علوية يعني لأن كنترول على شيء نفس هذا متعب تعرفون شيء؟ انزين شو كنا نقول الموتر يباله؟ انا كنت حاط وركشوب هنا كنتين ونسيت اني يعني. انزين قلنا المحرك يباله الجزء الساكن، الجزء الساكن شو يباله قلنا؟ يباله انبوب فولاذي، انبوب فولاذي شو يباله؟ يباله سبيكة صلب اوكي هذا معناه قدام بنسوي سبيكة صلب شو كان يباله؟ اثنين هايل صح؟ انزين هذا معناه بنفصله هني بنيب مسبك هني هذا بيستوي انتاج مباشر لحظة هذا غير لازم اوسع الارضية حبة بسوي خط انتاج مباشر هنا ويوم انا اخلص كل المنتجات 100% ببدا اطرشهم مكان واحد بعدنا مطولين على المنتجات زين رايي خلنا نجيب نشوف بنحطينه بنحطي مسبك زين قدامه شو بيسوي لي بنطلع الباني على اساس شو ان الباني بيسوي لنا انبوب فولاذي وهذا شو بيسوي لنا سبيكة صلب وانبوب الفولاذي شو يباله هذا اوكي وايد زين خلنا نحط الأحزمة هاي والنبة اوكي وايد زين خلنا نحدد اماكن لفته هاي السيدة لين هني واحد اثنين ثلاث اربع وبتلف من هني لان هني في حزام ثاني بيا قبل يلف شوف هالمكان كستوى كل احزمه خلاص لازم شو نسوي لازم نخلي مكان اذا ما يلا ظني ما بيركب عادي بنلف الورا ايش بسوي شيء بس ما نحتاج اكثر مهام من ذلك هذا ها هني هذا ها هني هذا ها هني
الحين نقدر ناخذ اللي نبغاه على فكرة على الديزاين هذا، نروح ناخذ اللي نبغاه مرة ناخذ اللي نبغاه ونصنع على طول. زين الحين الحلم انه شو هذا يضبط من اول مرة نسوي الحين. لا بيضبط بيضبط، ليش ما بيضبط؟ لانه في حل سهل. شوف الحل السهل هو شو نسوي؟ قابل للتحرك 1 2 نحطي واصل ايه وصل وين وراح حتى هذا تحت وصل هذا نوصل هذا قريب نوصل هذا للبعيد او كان العكس بس ما يفرق. زين ونبدا نسوي خط انتاج عليها بسيطة شي يبغاله. خلنا نحط عمود كهرباء هني 1 2 اوكي. انا غلطت بس في نوع اللي بنخله، خلنا نشيل هذا. وبشل هذا لانه بوصله بالعكس. اوكي بنحطي فاصل هني وبنحطي هذا هذا فوق هذا تحت. ما يفرق ما يفرق، خلنا نشوف. هو ده الكلام. ننزل عندي شو حديد وفحم، وهذا يعني بيكمل درب عادي ترى هاي. جبت العيد يا حبيبي، شو قاعد اسوي؟ اوف زي ما شليت شو اسمه. اوكي ممتاز. يا جماعة الخير وي متعب. زين الحين والله الحزمة انها قامت تنشف، يبالنا انتاج ام كي 2 والحلم نخزن شو. لحظة خلي اسوي لي هني ستريتر. أو التخزين الأكثر اللي عندك يروح للتخزين، لأن بعدين بسوي أحزمة نبا صح بالضبط. مش بس أحزمة، نحن نبا موتورات. بس الموتر يبغى ستيل بايب. ستيل بايب الحين شو شغلت الشغلة؟ لا لا مش شغلت شغلة. لحظة 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 بنحط اسمبلر. تاج مجمع زين مجمع شو يبغى؟ لحظة قلنا نبغى محرك. لا بعده بس شو يبغى؟ تعرفون شو يبغى؟ يبغى هذا. وش يبغى فلان؟ هذه لحظة بحط لي ورك شوب فوق ثاني. أنا
محطي مليون وركشوب عادي طاف والله يخدمكم ترى. زين قلنا محرك يبغى له هذا والجزء الساكن، الجزء الساكن يبغى له انبوب فولاذي وشو قلنا وسلك. اوكي السلك بعد موجود، ما عندنا مشكله مع السلك. تمام اخر مره حاولنا نطمه هناك وهذا هنا. زين والسلك موجود واموره طيبه يعني. وشو قلت لكم بطيح عقب ولا بركب ولا شيء. زين السلك الحين ان النيبة شغلتها شغلة، والشغلة الاكبر تعرفون شو اصلا اني انا بعدين اتذكر مكان كل شيء عسى برجع كل الانتاج مكان واحد. او يمكن تحمله بس اخباره هذا انا عندي هذا ايه عندي كل شيء صح. ارم اسوي ام كي 2 خلنا نغير هي بالي بس 4 بيم صح. خلنا نسوي ام كي 2 بيم شو ناقصني خرسانة عايز تحل في وركشوب اساس اسرع شغل الخرسانة البطيئة. وين الوركشوب اللي هنا كان يا حطي مساحة تصير يدوي هني؟ لا زين هذا معناه شو بسوي؟ ايوه بس ابو 4 بالعدد ليش؟ لاني حطي حفار المفروض اني ارمي بدله. ليش ما ارمي بدله على طول؟ انا اشيل هذا ما اقدر اشيل اي شيء لحظة ارمي احطه بالطريقة هاي ام كي 2 ايه بس بنفس وضعيته هو ما كنت اقدر احطه. ليش؟ والله هو انا ما تفرق وايد جاي الوضعية بس اخ نسيت اني اسوي اصلا ام كي 3. زين هو مشكلة الا موصل هذا المهم انه موصول. انا نسيت اسوي اني قاعد اسوي بحث انا اصلا انا عشان اسوي هالشغلة هاي تعرفون شيء؟ وين الكهرباء هذي؟ تعال توصل شو. خلنا نطلع فوق في كل مكان لازم تسوون درب ولا بتلعوزون ترى. زين تبون نبغى نسوي شو الحين موتور صح؟ ولا هذا؟ مش هذا لا نبا اطار معياري في باله الحيويه مسماري وقود حيوي الكيبل لو حديدي مخون نبا هذا اوكي. فخلنا نسوي مسمار والله المشكله انا اظن ما عندي مكان. مش المشكله في هذا اما الشنطه بتنترس. اروح شو الحفار هذا عقف الكتره هذا ما اعرف طاف ما به فحم ما به برايه. يلا وايد 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 موضوع يعني يباله شغل يباله شغل وايد. زين عندي 35 هذا كم واحد اقدر اسوي؟ اطار معياري ابا 25 25 يلا اقدر اسوي ولا ما اقدر اسوي؟
ناقصني براغي عجيب. اقول عدد التأليف هذا وين صار البراغي؟ وين هاي البراغي؟ ها والله وانا متعب عمري من الصبح. ليش تعال يا روما رد خليه منشار مالي. تعال واحد مرات ينجبر يعني يسوي شغلات ما يسويها. طبعا ها كل اللي تشوفون البرودكتس ثمان خطوط ولا شيء بيروحون فوق مستودعات عقب او تحت. شوي معقد بيكون ترى المبنى. المبنى ما بيكون بالسهولة. تطبيقه صعب 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 وايد بيكون، بس اذا طبقته عدل بيكون شيء مضبوط. بعدين مكان بيستوي وسيع من اخلص كل الابحاث وهذا السبيس شو اسمه ايش اللي عقه. والله رغم من الحين عقه اسوي المكان وسيع. ابا 50 محرك جزء الساكن 7. ليش شو عندي بوب فولاذي؟ خلنا نشوفها شو يسوي. هذا شو خلينا يسوي انبوب فولاذي؟ ليش ما ينتج ده 60؟ هات يبي عق وركشوب طف مع عق ورش. وين مصير؟ لا هني لا، لان اذا عقد بندم خلينا عقه في الزاويه عند الجدار. بنسوي معناه 27 من الجزء الساكن، انه ما عندي بعد وايد انابيب فولاذي انا. بس زين يعني نقدر نسوي محركات سهل مش صعب الحين. بس يا الله كيف التعقيدة. لحظة انا اظني شوي لكن محرك نفسه 10 من 50 الحين. الحين كلنا نحن لازم نجيب هالمنتجات في مكان ستور عود. ممكن برا على المصنع يستوي تصدقون؟ بس ناقصنا الانبوب هذا تصدقون؟ الانبوب اقدر اسوي بروحي؟ سبيكة صلب ما عندي. سبيكة صلب عندي هذا قاعد يشيل كل الانتاج. يعني مو مشكلة اموره طيبة. انا ارجع له بيكون استوى. المهم يا جماعة الخير الحلقة وايد طولت زين، بس ابى اراويكم المكان فوق. خلنا نسوي الدرج في راتي وهني زين. ليش مش سيدة يا جماعة؟ ليش دائما أبدا مش بسوي؟ أنا بخبر كل هاي حطي هذه حطي هذه وسوي عمري ما شفت شيء. وانتم بتسوون عمركم ما شفتوا شيء. والله تعرفون شو ممكن اسوي؟ ممكن بدل ما ابدا من تحت الافضل يكون اني ابدا من وين؟ من فوق بالطريقة هاي. فينزل سيدة اقدر اسوي الطريقة هاي. آه سوري مش هذا. 8 رمسي بالطريقة هاي بدرج محترم. انزين خليني اراويكم المصنع كيف استوى. الطابق الثاني هذا الطابق الثاني يا جماعة الخير. شوفوا هذا اللي قاعد نشتغل عليه من الصبح من تحت لين فوق. بس اظني خلصنا الطريقة هذه اليوم. بس نحن بناخذ رفع عود نحن هني. يمكن حتى مكان السبيس هذا شو اسمه صاروخ الفضاء هذا غيره. ممكن غيره بشوف كيف. انا بشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. مع الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.